السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من وورلد سوكر على قناة الأهلي. أسبوع كان مليان بالأخبار وبالأحداث وبالكواليس، كان في ماتشات مهمة جدا، كان في تشامبيونز ليج كلنا تابعنا، شفنا تألق محمد صلاح في بورتو في ملعب بورتو في البرتغال، وأيضا مباراة قوية جدا ما بين ريال مدريد وفاريس سان جيرمان واللي انتهت 3-1، أيضا في اليوروبا ليج وتألق فرق كثيرة جدا اللي أنا شايفه هتكون أقوى يوروبا ليج كانت موجودة في الدوريات. طبعا يوروبا ليج كلها على مدار تاريخها في أكثر من فريق هنتكلم عليه بالتفصيل، أيضا محترفين المصريين بيتألقوا في الملاعب العالمية وفي الملاعب العربية والخليجية، وفي طبعا معنا أخبار لعيبة محترفين كتير جدا هتبقى موجودة، وهنشوف مواقف طريفة جدا مرت باللعيبة المحترفة المصريين. هيبقى معنا الكواليس، هيبقى معنا الأخبار، هنشوف إزاي الفرق بتستعد لماتشات تشامبيونز ليج، إزاي بتستعد للجولة القادمة. هيبقى معنا كالعادة نجمنا المصري محمد صلاح، وكل أسبوع بيكون في أغنية جديدة أو نشيد جديد لجمهور ليفربول لمحمد صلاح، سواء في المباراة من داخل مدرجات المباراة أو من قبل المباراة، سواء في مكان بيتفرج عليه الجمهور لمباريات ليفربول، او سواء في حافلات النقل او الاتوبيسات اللي بتنقل جمهور ليفربول لملعب المباراه. احداث كتير هنتكلم عليها، وهنتكلم ازاي الاسبوع اللي جاي وماتشات، وازاي برشلونه بيستعد لتشيلسي، وازاي ايضا لاعبين المصريين عندهم ايه الاسبوع اللي جاي، وايه اخر الاخبار اللي موجوده في الساحه الرياضيه. وهنتكلم على يعني موضوع مهم جدا جدا ليه علاقه بالانتقالات الصيفيه في الدوري الانجليزي، معنا ارقام مهمه جدا للتشامبيونز ليج واليوروبا ليج، هنتكلم على كل ده بالتفصيل، لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا قبل ما نروح فاصل معانا ماتشات التشامبيونز ليج هنتكلم عليها، وطبعا دي البدايه، لازم تكون بدايتنا هي من الماتشات دوري ابطال اوروبا، وكان في ماتشات قويه جدا. يعني في البدايه اكيد لازم نتكلم على مباراه ليفربول وبورتو، واللي كانت في ملعب دودراجاو في البرتغال، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجه كبيره جدا، 5 أهداف مقابل لا شيء. اعتقد ان ليفربول قدر يحسم صعوده لطبعا الدور التالي، دور الثمانيه في بطوله دوري الابطال بعد الفوز الكبير. يعني بورتو خلال الدوري البرتغالي لحد مباراه ليفربول استقبل 10 اهداف فقط، لكن في مباراه ليفربول استقبل 5 أهداف، فده يدل على ضعف الدوري البرتغالي بالنسبه لفريق بورتو وقوه ليفربول على بورتو في المباراه. اكيد كان في طبعا تالق كالعاده للعيبه الافارقه، سواء ساديو ماني اللي احرز 3 أهداف وهاتريك، وبالمناسبه ساديو ماني اخذ بلاير اوف ذا ويك في الشامبيونز ليج، اخذ احسن لاعب في الاسبوع الماضي في الشامبيونز ليج. ايضا محمد صلاح ده تالق وبيحرز هدف رائع جدا، يعني اعتقد ان من افضل الاهداف واحسن الاهداف اللي محمد صلاح قدر ان هو يحرزها في مسيرته الكرويه، كان في عقل، يعني كان في عقل بشكل كبير جدا استخدم فيها عقله، وكمان مهارته قدر ان هو يسيطر على الكره برجليه وبدماغه، قدر ان هو يحرز هدف لليفربول. اما طبعا فيرمينيو كالعاده لازم يبقى موجود في الثلاثي المرعب لليفربول في الوقت الحالي. اعتقد ان بعد رحيل كوتينيو ليفربول بدا ان هو يفوق شويه، يفوق من ناحيه ايه؟ يفوق في ناحيه الروتيشن. دايما يورجن كلوب كان بيعمل روتيشن للاعيبه ليفربول، كان عنده نجوم كتيره جدا، فكان دايما بيلعب ب4 لعيبه قدام، وفي نص الملعب كان بيبقى 2 لعيبه عنده. دلوقتي بدا يلعب ب3 في نص الملعب و3 في خط الهجوم. يعني لو هنتكلم على الثلاثي المرعب لفريق ليفربول، فاحنا عايزين نتكلم على ديلي ميل ازاي اتكلمت وقالت ان لو في الام اس ان احنا عندنا الام اس اف، طبعا ماني وصلاح وفيرمينيو، واستعرضوا اهم الارقام اللي حققوها لحد الوقت الحالي. طبعا توتال اهداف او مجموع الاهداف اللي احرزوها الام اس اف هو 63 جول و 26 اسيست صناعه اهداف. لو هنتكلم عليهم بالترتيب هنتكلم على ساديو ماني احرز 12 هدف وصنع 7 اهداف، وفيرمينيو احرز 21 هدف وعمل 11 اسيست، اما محمد صلاح احرز 30 هدف وعمل 8 اهداف، اكيد رقم كبير جدا. ده امام حضراتكم دي مباراه ليفربول وبورتو في دوري الابطال، واللي انتهت بفوز كبير لليفربول 5-0. تعالوا نستمتع بالاهداف ونرجع نكمل مع حضراتكم.
Well, that was nice. There's a foul there. There's no foul there at all. Marega goes to ground. Nothing wrong with that. Milner not closed down. Cuts in on his right foot. Not closed down at all. It's a good effort. He's onside, Salah. One touch there. Flick over the goalie. Header. Beautifully by Firmino, and now Salah's at full tilt, and Mane's through the middle, and so is Firmino. It is Roberto Firmino. It's come back to Mane. It's 3-0 Liverpool. By Firmino to Salah. Salah plays a lovely ball back again to Firmino, and as you saw there, saved by... He's been hauled back by Corona. Mane still kept the ball, and he's played in Milner here. And Milner found Firmino. Corona tries his best to pull Mane back. On the near post, he was so alive. Ilkay Gundogan for Manchester City. Sterling towards Aguero. Now Bernardo Silva. And the goalkeeper's made a mess of that as well. And City are two up. Bernardo Silva. Really happy if they can just put this tie to bed here tonight. You wouldn't rule that out, would you? Here's Aguero this time. Oh, and that's three! The goalkeeper didn't move for it even. And Sergio Aguero. Gundogan. Oh, look at that. How cool was that? Two on the night for Ilkay Gundogan. In front of... ولسه مكملين مع حضراتكم في الشامبيونز ليج ومباراة مهمة أيضا، مباراة مانشستر سيتي اللي شفناها أمام حضراتكم وبازل. أعتقد أن أيضا مانشستر سيتي بيفوز خارج الديار بأربع أهداف مقابل شيء، برضو ضمن بنسبة كبيرة جدا وجوده في الدور الثمانية للشامبيونز ليج. نروح للمباراة أو مباراتين يعني مهمين جدا كانوا في الجولة الماضية، ومباراة يوفنتوس وتوتنهام واللي انتهت بالتعادل 2-2. مباراة كانت قوية جدا، بدأ اليوفنتوس ب 2-0، بعديها تعادل توتنهام 2-2. لو نتكلم على أهم الأرقام اللي كانت موجودة في المباراة، يعني بنتكلم على هاري كين أنه أصبح أول لاعب بيسجل 9 أهداف في أول 9 مباريات ليه في دوري الأبطال. وطبعا هاري كين، لسه كنا بنتكلم على هاري كين، ان الثاني لاعب انجليزي يسجل 7 اهداف في نفس الموسم من دوري الابطال بعد ستيفن جيرارد مع ليفربول موسم 2008-2009. لسه طبعا مع هاري كين، وبنقول ان هو اول لاعب انجليزي بيسجل هدف خارج ملعبه في مرمى بوفون، وهدف هاري كين الاول اللي دخل شباك يوفنتوس هو الاول في عام 2018 في جميع المسابقات. نروح ليوفنتوس ونتكلم على جونزالو هيجوايين، المهاجم الابرز وصاحب الثنائيه، لكن اكيد اهدر ركله الجزاء كانت هتفرق مع فريق يوفنتوس كتير لو كان احرزها. طبعا هيجوايين سجل اسرع هدف ليوفنتوس في مرحله خروج المغلوب بدوري الابطال، سجل في المباراه الخامسه على التوالي في جميع البطولات بمجموع 7 اهداف، وسجل اسرع ثنائيه في تاريخ دوري الابطال. أو طبعا هيجوايين اكيد اول لاعب بيهدر ركله جزاء ليوفنتوس في دوري الابطال منذ ارتورو فيدال ضد اولمبياكوس في 4 نوفمبر 2014. هيجوايين اصبح رسميا اسرع لاعب يسجل هدفين 8 دقائق و7 ثواني في تاريخ دوري ابطال اوروبا، وهدف هيجوايين بعد 73 ثانيه هو ثاني اسرع هدف ليوفنتوس في تاريخ دوري ابطال اوروبا. الاسرع هو هدف ديل بيرو بعد 20 ثانية ضد مانشستر يونايتد في عام 97. تعالوا نروح نشوف أهداف المباراة، لكن قبل ما نروح لأهداف المباراة تعالوا نشوف إزاي الجمهورين استعدوا للمباراة دي بفيديو طريف هنستعرضه على حضراتكم، بعد كده نخش على أهداف المباراة ما بين يوفنتوس وتوتنهام.
players do. They think on their feet. I don't know what Dele's thinking there at the near post. You can see Higuain right in front of it. Hugo Lloris. And Higuain scores. I think it was a struck well enough and in the corner to get it away from him. And just having a look at a few of the Tottenham Hotspur players, Eric Dier, Harry Kane having a look around at each other. It's Dele Alli, now Harry Kane. Harry Kane's in, he's got around Gianluigi Buffon and he scored! Harry Kane for Tottenham Hotspur, the big man on... Well, you cannot say they don't deserve it. They've been much the better side since they've gone 2-0 down. It's brilliant play from Dele Alli. Bides his time, picks out his man. يعني زي ما احنا شفنا الانديه الانجليزيه تتفوق على منافسيها في دوري الابطال، يمكن الكثير وصفوه ان هو دوري ابطال انجلترا، طبعا كنافا عن ان في انديه كثيره جدا بيتفوقوا في النسخه الحاليه من دوري الابطال عن المواسم اللي قبل كده، وده طبعا دليل على ان الانديه الانجليزيه مركزه بشكل كبير جدا في الشامبيونز ليج الموسم الحالي. لسه مكملين مع حضراتكم في دوري الابطال ومباراه مهمه ايضا، يعني اعتقد ان هي كانت اهم مباراه في الجولة الأخيرة، كانت بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان. وزي ما احنا قلنا إن مباراة تجمع ما بين الخبرة في ريال مدريد والشباب في باريس سان جيرمان. أكيد طبعًا الخبرة بتتفوق بقيادة طبعًا زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو وتوني كروس وكل نجوم ريال مدريد. نيمار ما قدرش لوحده أو مع كافاني وأمبابي إن هو يقدروا يعملوا حاجة في سانتياغو برنابيو، وخبرة ريال مدريد وهيمنته في دوري الابطال على طول. لو نتذكر ان في معظم البطولات اللي فاز بها فريق ريال مدريد كان بيأدي موسم سيء جدا في الدوري ويمكن كمان في الكاس. لكن لو ناخد اهم الارقام اللي هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي وهقولها معاكم قبل ما نروح لاهداف المباراه، من الموقع الرسمي لريال مدريد ان الموقع بيقول ان ريال مدريد حقق الفوز رقم 250 في دوري ابطال اوروبا، وهو اول نادي في تاريخ البطوله بيصل لهذا العدد من الانتصارات. واكثر الانديه بتتلقى هزائم من ريال مدريد هو نادي بايرن ميونخ ب 11 هزيمه. صحيفه الاس توني كروس هيغيب عن الملاعب لمده 15 يوم على الاقل بسبب الاصابه طبعا. ونروح لرونالدو والظاهره اللي تالق وقدر يحرز هدفين، انه اصبح اول لاعب في التاريخ يسجل في اول 7 مباريات متتاليه لبطوله دوري ابطال اوروبا. لسه مع رونالدو وهو اول لاعب او هو اللاعب الاكثر تسجيلا للاهداف في الادوار الاقصائيه من دوري ابطال اوروبا طوال التاريخ ب 56 هدف. اكثر فريق اتحسب له ركلات جزاء هو ريال مدريد ب 46 ركله جزاء في تاريخ دوري الابطال، بعديه برشلونه 44 ركله جزاء. اما رونالدو هو اكثر لاعب سجل من ركلات جزاء 14 ركله جزاء، بعديه يلي ميسي. اما اخيرا رونالدو رسميا بيصل للهدف رقم 100 مع ريال مدريد في دوري ابطال ريال مدريد، مش ريال مدريد ومانشستر يونايتد. اما طبعا اهداف المباراه اكيد هنشوفها، لكن كل الناس علقت وقالت ان يوناي امري غلط نفس الغلطه اللي غلطها في مباراه برشلونه، ان يعني بعد الهدف الاول قفل دفاعاته او قفل على فريقه وما فيش اي هجمات بادر بيها، فبالتالي ريال مدريد قدر يستغل الوضعيه اللي كان فيها فريق باريس سان جيرمان وسجل 3 اهداف، وقدر ان هو على الاقل يروح لبارك دي برنس او حديقه الامراء في باريس ملعب باريس سان جيرمان وهو مستريح. تعالوا نتفرج على اهداف المباراه الرائعه ونرجع نكمل مع حضراتكم. My favorite game. We. Vamos. Una. Vamos!
قبل ما نروح لأهداف المباراة أكيد كان لازم نستعرض مع مشاهدينا تاريخ مواجهات الفريقين ونتكلم على تاريخ مواجهاتهم وإزاي رونالدو استعد قبل المباراة بالفيديو اللي حضراتكم شفتوه. طبعا رونالدو واحد من النجوم الكبيرة جدا اللي احنا نتابعها وكان كلام كتير جدا على إنه خلاص رونالدو كبر وإن رونالدو مش زي الأول وإن رونالدو أو ريال مدريد محتاج بعض التدعيمات أكيد محتاج بعض التدعيمات اللي تبقى موجودة لكن رونالدو هو رونالدو لاعب اللي انا شايفه واحد من اللعيبه اللي صنعوا نفسهم قدر يشتغل على نفسه لحد ما بقى اسطوره وبقى لاعب كبير جدا يعني حقق كل الارقام القياسيه اللي موجوده. لكن هل رونالدو هيكمل مع ريال مدريد؟ هل فعلا فلورنتينو بيريز هيجدد تعاقده مع رونالدو او هيرفع قيمه عقده اللي هو طالبها علشان يصبح اعلى لاعب في العالم من 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 حيث الاجر؟ طبعا احنا عارفين ان رونالدو هو افضل لاعب في العالم الموسم الحالي او اخذ جائزه ذا بيست والبالون دور. فبالتالي لما بيجي بيتكلم بيقول انا افضل لاعب في العالم مفيش حد احسن مني فبالتالي عايز عادي يتم رفعه علشان يوصل لرقم يبقى الاول في العالم من حيث الاجر. اكيد مباراه باريس سان جيرمان وريال مدريد اتعلمنا فيها ان فريق ريال مدريد هو الفريق الكبير اللي مش بيستسلم اللي يعني طول ما 90 دقيقة شغالة هو عنده أمل أنه يحرز هدف والثاني والثالث. تألق رونالدو في أول هدفين وبعد كده مارسيلو الجناح الأيسر اللي بيكون واحد من أهم الركائز اللي بيعتمد عليها ريال مدريد في الفترة الماضية. أكيد مارسيلو عن بعض الغلطات في الناحية الدفاعية لكن ما فيش شك إن في الهجوم بيأدي واحد من أفضل الأدوار اللي موجودة في العالم. مارسيلو أكيد كلنا متابعينه أنه هو كتير جدا قدر ان هو يساعد فريق ريال مدريد ان هو يسجل اهداف ويكون منقذ ليه سواء في دوري الابطال او في الدوري الاسباني. ممكن يكون الدوري الاسباني ما تمش او خلاص ريال مدريد بعد عنه وطبعا خروجه في كوبا ديل ري او كاس اسبانيا لكن ريال مدريد عنده فرصه كبيره جدا في دوري الابطال ان هو يتفوق يعني وكالعاده يعني بيمتعنا ريال في دوري الابطال بالذات دي بطولته المحببه. زين الدين زيدان بيعرف يتعامل مع فريق ريال مدريد في دوري الابطال. طبعا احنا عارفين ان زيدان كانت مباراه بالنسبه لي مهمه جدا لسه في مباراه تانية لكن بنتكلم على المباراه الاولى ان زيدان عنده فرصه ان هو يقدر يحافظ على مكانه في الموسم القادم. بيريز ما بيحبش المدير الفني او ما بيحبش الخساره بيحب sits very, very deep here. Östersund, they might play for it. It won't be on the goalkeeper. Has made a mess. Pressure on. And it is poor from the goalkeeper, Keita. Got to gather that. But Monreal was a... There'll be more defending to do again here. Bellerin hits the byline. Pettersson hasn't cleared it properly right across the face. Got no idea what they're trying to play out there. Terrible play. Just clear your lines. The ball comes across. Yeah, Papillon.
Oh, it's a chance here again for Arsenal, and Mesut Ozil makes it three. Gets the ball out wide, and his first touch there, the outside of his left foot. En toute compétition confondue ici, dans son vélodrome. Cette défaite que l'on évoquait. Mais Payet est passé. Le centre de Payet. Ça pouvait le commencer pour l'Olympique de Marseille, qui mène 1-0 après ça. De Payet. Le jeu a enfin pu reprendre après cette longue interruption. Suite à ce saignement de Mathéus, Saka qui est passé. Saka en retrait. En faveur de l'Olympique de Marseille. Alors, on va assister à deux choses. Enfin, ils ne sont plus là, ils ne sont plus Maxime du tout au marquage. Thauvin, le double 1-2, Thauvin encore, avec Maxime Lopez pour retrouver Florian Thauvin. Et entre Maxime Lopez et Florian Thauvin, et ça fait 3-0. La passe. Oh, c'est super, se relever ce ballon qui lui colle au pied. Le Brésilien qui va venir décaler sur le flanc gauche. Et Ilicic qui récupère ce ballon et qui vient le placer trop vite et a laissé l'homme en forme. Et attention, on n'a pas subi un deuxième but qui arrive. Défense. Oh, le sourire de Gasperini, évidemment. Il a déjà inscrit 7 buts pour les Bergamasques cette saison. Et donc 4. Oh, c'est beau cette passe de Götze. Batshuayi, 4 buts, une passe décisive pour lui. Et Götze, cette superbe passe pour lui. 4 minutes au minimum. Batshuayi. Oh, il est en forme. Tempo, Bonaventura, Çalhanoğlu, traversone e la rete del Milan. Abbiamo la combinazione sulla fascia sinistra con Bonaventura che sembra aver perso il tempo, la bella Çalhanoğlu che calcia, tutto regolare. Ecco qui. Ricard. In occasioni però, guardate come rallenta. Ventura, Biglia. Poi una squadra in continua crescita, ma proprio come squadra, Giancarlo, proprio come compattezza. Che sì, dentro per Silva e poi Fabio passa, guardate, e quindi usa la potenza del cross di Che sì. No, bringing on Lorenzo Insigne, the push that Napoli needs, but here is Unas all of a sudden. Oh, what a fine finish moment for the 21-year-old. Got the ball out of his feet so well, given away cheaply by Diawara. Now Campbell targets to aim for in the middle. And Werner! It's a great... Picked up beautifully by Campbell. Palsen. Sabitzer looking to spring the offside trap. And Palsen's away again. Palsen! And Bruma makes it 2-1. All night, Palsen. With runs like this. He knew Bruma was there. One look up. Leipzig might fancy one last counter-attack, and look at this, 3-on-2, Forsberg, can he pick the right pass? He's found Timo Werner! They're so good at this. On the break, Forsberg played this to perfection. Drew Maggio, perfect way to pass. Pensa della Steaua, Konnemann prova l'apertura d'esterno, pallone che arriva Budesco, in avanti per Neuere, è in posizione regolare, in uno contro uno contro Coscia, Neuere! Steaua in vantaggio, ha fatto partire questa azione, esterno sinistro bellissimo, poi è mancato questo errore un po' di controllo dinamico. Soprattutto ha sbagliato il movimento Basta, che ha tenuto in gioco Noere, l'attaccante francese. Intanto qui ci fanno rivedere anche il passaggio, pezzo della Steaua, con Mann, prova l'apertura d'esterno, pallone che arriva Budesco, in avanti per Noere, è in posizione regolare, in uno contro uno contro Coscia, Noere! Steaua in vantaggio, ha fatto partire questa azione, esterno sinistro bellissimo, poi è mancato questo errore un po' di controllo dinamico. Soprattutto ha sbagliato il movimento Basta, che ha tenuto in gioco Noere, l'attaccante.
هنروح لمحترفينا في الخارج وكالعادة بنبدأ بنجم النجوم و يعني لعبنا اللي مشرفنا في الخارج. أكيد كل محترفينا مشرفنا، لكن محمد صلاح عمل طفة كبيرة جدا مش بس داخل الملعب، لا خارج الملعب، وحب الناس ليه وإزاي بدأوا إن هم يغنوا له، بدأوا إزاي يألفوا ليه أناشيد معينة ومميزة خاصة بمحمد صلاح بتتقال قبل المباريات وأثناء المباريات وبعد المباريات وفي كل الأماكن مش بس في المدرجات. محمد صلاح أكيد واحد من أهم اللعيبة المصرية اللي لعبوا في تاريخ الدوري الإنجليزي. محمد صلاح يعني عايز أقول لحضراتكم شوية أرقام أكيد قبل ما نتكلم ونقول الفيديوهات اللي معانا، إن محمد صلاح بيوصل للهدف رقم 30 مع ليفربول في الموسم الحالي، 22 هدف في البريمير ليج وسبعة في دوري الأبطال، عشان بس الناس تبقى متفقة ومش بنقول معلومة غلط، سبعة التوتل، بنتكلم على هدف جابه في الدوري التمهيدي وده مش بيتحسب، خلاص أوكي. معنا ست أهداف أحرزهم في دوري الأبطال في دوري المجموعات ودور 16 وكأس الاتحاد الإنجليزي أحرز هدف. محمد صلاح طبعا أصبح في المركز الثامن على قائمة أفضل هداف في أفريقيا بدوري الأبطال أوروبا بعد تسجيله الهدف رقم 13، والمركز السابع جورج وايا وفينسنت أبو بكر لاعب بورتو وإيمانويل إديبايور برصيد 14 هدف. هدف بالمناسبة أيضا إن احنا بنتكلم على محمد صلاح وبنتكلم على دوري الأبطال وأرقامه، محمد صلاح ساهم إنه يوصل مع ليفربول أو يخلي فريق ليفربول هو أقوى هجوم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ب 28 هدف. محمد صلاح لعب يوم أو لعب في الدوري الإنجليزي المباراة الأخيرة أمام ساوثهامبتون، نجح إنه يجيب هدف ويصنع هدف، وفيرمينيو أيضا بيصنع هدف لمحمد صلاح و بيحرز هدف. محمد صلاح طبعا جمهور انجلترا غنى له اغنيه، اكيد هنشوف الاول يعني في الاول هنروح نشوف مع حضراتكم الاهداف امام ساوثهامبتون ونرجع هنشوف ازاي جمهور انجلترا بيغني لمحمد صلاح في اكتر من اغنيه في اكتر من مكان، واثناء مباراه بورتو وليفربول ايضا الغناء لمحمد صلاح دونا عن ان الملعب كان في البرتغال وان عدد جمهور ليفربول اقل اكيد من جمهور بورتو. لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم محترفينا في الخارج ومحمد صلاح. Los DJ no miente, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No les bajamos, más nunca paramos, eso es copa muy bien. ¿Dónde está mi gente? Me fue a coger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, luego. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه كلامنا على محمد صلاح ولاعبينا المحترفين في الخارج. محمد صلاح زي ما احنا قلنا خير سفير لمصر في الملاعب الاوروبيه، هنشوف مع حضراتكم اربع فيديوهات او فيديوهات نشوف ازاي علم مصر الجمهور الانجليزي او جمهور ليفربول رفعه وبيغني لما بيغني لمحمد صلاح، وازاي في نشيد تاني عملوا اغنيه جديده لمحمد صلاح وبيتكلموا عليه بشكل رائع جدا، وفي نفس الوقت فيديو من داخل ملعب دودراجاو في البرتغال هو بيغنوا لمحمد صلاح. لكن قبل ما نروح للفيديوهات هنشوف الاسبوع الماضي زي ما احنا قلنا مباراة ساوثهامبتون وليفربول واللي انتهى بفوز ليفربول 2-0، كان احرز الاهداف محمد صلاح وفيرمينيو، محمد صلاح احرز هدف وصنع هدف لفيرمينيو وفيرمينيو هو اللي صنع الهدف لمحمد صلاح. تعالوا نشوف اهداف وهدف محمد صلاح في ساوثهامبتون والاسيست اللي عمله فيرمينيو، بعديها هنشوف طبعا النشيد والاغاني وكل حاجه حلوه بتخص محمد صلاح وعلاقته الجيده مع جمهور ليفربول، وبعد كده نرجع نكمل مع حضراتكم. Not yet. Mistake by Hoot. Salah. Firmino. Ideal start for Liverpool. Southampton, though, contributing to their own... Matip. Salah. And the back heel to Salah.
intricate impudence. اكيد محمد صلاح واحد من اهم النجوم اللي احنا قلنا قبل ما نروح نشوف الفيديوهات ازاي بيأثر في جمهور ليفربول وازاي على مصر بيتم رفعه في الملاعب الاوروبيه وجمهور الانجليز. جمهور ليفربول صعب جدا على فكره لما بتعلق بحد بالشكل ده، اعتقد ان بيكون في علاقه حب ما بينه وبين اللاعب. ولسه مكملين مع صلاح، وكانت التويته الاشهر في الاسبوع الحالي ليه علاقه بمحمد صلاح، ان ولد صغير اسمه اوسكار في مدرسة، ولد صغيرة تظهر أمام حضراتكم التويتة، ونشرح لحضراتكم القصة بتاعت التويتة دي وإزاي الولد كتب لمحمد صلاح، وإن مامته هي اللي دخلت وكتبت على تويتر وعملت منشن لمحمد صلاح، ومحمد صلاح رد عليها. أوسكار هو ولد صغير في مدرسة، يعني ما كملش 5-6 سنين، بيحب محمد صلاح جدا. اتطلب منه في المدرسة إن هو يكتب جملة بتنتهي بحرف ان جي، فوالدته كتبت او مامته كتبت على تويتر، اخذت الصوره اللي اوسكار كتبها في كتاب المدرسه او رسمه اللي رسمها وكتب الجمله، فقالت ان اوسكار عمل الواجب بتاعه بطريقه مختلفه تماما في المره دي، ان هو اختار لي ان يتكتب كلمه بتنتهي بحرف الان جي، وقال بعديها ان هو يعرف كينج اسمه محمد صلاح. فطبعا يعني طبعا كلمه كينج هي فيها الان جي وذا ايجيبشن كينج، اللي احنا عارفين ان دي الاغنيه يعني او دي النشيد الرسمي دلوقتي لمحمد صلاح لجمهور ليفربول لما بيجي في اي مباراه بيتكلم عليها. دي قدام حضراتكم الولد مع طبعا مج محمد صلاح او كوبايه فيها محمد صلاح، فواضح ان في علاقه حب شديده جدا وكبيره ما بين الولد محمد صلاح. وده الهوم ورك او ده الواجب اللي الولد عمله امام حضراتكم، كتب فيه بالظبط ان مو صلاح راننج داون ذا وينج، دي فيها في الاخر فيها ان جي، واحنا قلنا ان الواجب طلب منه يكون فيه حرف الان جي في الاخر. بعديها كتب ذا ايجيبشن كينج فيها ان جي، فجملتين كتب فيهم لمحمد صلاح. بعديها بعد ما محمد صلاح شاف التويته من والدته كتب لأوسكار سي يو سون أو أراك قريبا، وأكيد محمد صلاح ليه أو على علاقة طيبة جدا بكل الأطفال الصغيرين، شفناه في أكثر من موقف في المباراة الأخيرة أو مباراة توتنهام اللي راح للطفل اللي كان موجود في المدرجات واداله التيشيرت بتاعه، أيضا الطفل أو الولد اللي كان موجود في أسوان وإن كان يعني لابس تيشيرت خاصة بيه كان كاتب عليها محمد صلاح بالقلم الجاف، محمد صلاح بعت له تيشيرت الشخصية بتاعته. وأخيرا أوسكار لما كتب التويتة ومحمد صلاح رد عليه، أكيد ما فيش شك محمد صلاح من الناحية الإنسانية هو شخص رائع جدا، زي ما هو شخص رائع داخل الملعب وبيتألق وبيمتعنا، كمان خارج الملعب هو شخص محترم جدا، وزي ما احنا شايفين علاقته طيبة بكل الناس، كل الناس بتشهد له بحسن السلوك وبالأدب، ودايما ما بيكسفش حد في لما بيطلب منه طلب. أكيد مكملين مع لاعبينا المحترفين في الدوريات الخليجية، لكن نبدأ طبعا بكابتن عماد متعب، طبعا لاعب النادي الأهلي السابق ونجم من نجوم مصر. كابتن عماد كان لعب مباراته الأخيرة أمام القادسية وتعادلوا 1-1 ودخل بديل في الدقيقة 46، فريق التعاون طبعا بيلعب ليه كابتن عصام الحضري، وكابتن عصام شارك في المباراة بالكامل، أما كابتن عماد متعب نزل في الدقيقة 46 وفريق التعاون بيحتل المركز السادس. هنروح نشوف ملخص لمسات عماد متعب مع فريق التعاون ونسمع
لحديثه بعد المباراة ونرجع نكمل مع حضرتك. ياتي العزيزة الرياضية في بريدة. الأرضية أمس استلام عماد متعب كرة وثيقة. العاشر هنا على ملعب سيد بيلية. جهاد عماد تسديدة العاشرة لا يعملها عماد متعب. فيصل مسرح الخروج يأتي والكرة بعد ذلك يا عماد متعب وقع على أرضية الملعب حاضرا من خدام وتصادم تبدو سلام لعب الكره البينيه. النتيجه مش مرضيه لكن في الاخر الحمد لله على كل شيء. كان نفسي نحقق المكسب النهارده لكن للمره الثانيه مباراه احط خسرنا مباراه انا كنت خسرنا النهارده تعادلنا. كان نفسنا ناخد 3 نقط عشان نوصل لمرحله اعلى لكن ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. التعاون كابتن ظاهر بأكثر من شكل هذا الموسم، ترى ينتصر ويحقق انتصارات ومن ثم يعود للخسائر. يعني كرة القدم فيها كل حاجة، بيبقى وارد فيها كل حاجة، لكن مش طبيعي انك المستوى يكون متذبذب على مدار العام، لازم يكون في ثبات في المستوى عشان نقدر نوصل اللي احنا عايزينه، يمكن أدينا مباراة مع أندية كبيرة وقدرنا نحقق فيها المكسب، ومع أندية في التصنيف أو في الترتيب ممكن تكون تحتنا. ما قدرناش حال المكسب هي دي الكره بس اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه ما نضيعش نقطه ثانيه. 90 دقيقه مهاجمين التعاون لا يستطيعون التسجيل حتى الهدف كان من نقطه الجزاء كابتن. الاهداف دي توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. المهم الواحد يبقى خارج الملعب راضي عن نفسه وعامل اللي عليه والاهم في الاخر مصلحه الفريق مش مهم مين اللي يسجل المهم ان احنا نحقق المكسب سواء مدافع او حتى لو عصام الحضري هو اللي سجل الهدف بس المهم ان احنا نحقق المكسب. شيء طبيعي المهاجم بيبقى مطلوب منه ان هو اللي يسجل الاهداف لكن في الاخر لو ما سجلش لازم يساعد زمان نحقق المكسب. شفنا مع حضراتكم ملخص لمسيرة الكابتن عماد متعب والحديث الخاص بيه بعد المباراة. لسه مكملين طبعا مع اللعيبة المصرية المحترفة في الخليج ودوري السعودي. يعني حسين السيد وأحمد الشيخ مباراة الاتفاق كانوا بيلعبوا فريق رائد. فريق رائد بيلعب ليه شيكابالا وكسب فريق الاتفاق 1-0. حسين السيد شارك في 87 دقيقة وأحمد الشيخ شارك في 71 دقيقة. فريق الاتفاق بيحتل المركز ال 11. زي ما احنا قلنا شيكابالا لعب مباراة رائد أمام الاتفاق وأكيد يعني بنتكلم على مباراة الاتفاق والرائد اللي كان فيها 3 لعيبة مصرية حسين السيد وأحمد الشيخ اللي كانوا موجودين في فريق الاتفاق. أما شيكابالا هو لاعب فريق الرائد وبقيننا بنتكلم على طبعا نجومنا احمد الشيخ وحسين السيد. هيبقى معانا او معانا على التليفون الكابتن احمد الشيخ نجم النادي الاهلي ونادي الاتفاق السعودي. احمد برحب بيك على قناه الاهلي. حبيبي يا كابتن عمر برحب بيك حبيبي وبكير عليك وبكير على الساده المشاهدين كلهم. احمد اكيد الف مبروك على فوز مهم جدا على فريق الرائد ويعني اكيد انت متالق يعني ماشي بشكل كويس سواء كنت مع نادي الاهلي قبل كده في الدوري السعودي. لكن احمد الشيخ الفتره اللي جايه هل انت شايف ان شاء الله ان ممكن يكون ليك وجود مع منتخب مصر الفتره اللي جايه في كاس العالم او في الاستعدادات اللي جايه لكاس العالم؟ في الاول طبعا بنحمد ربنا الحمد لله والشكر لله على الفوز النهارده. فوز صعب على فريق محترم زي فريق الرائد في لعيبه كويسه وخاصه المباراه كانت في ارضهم وبرضو الوضع اللي احنا فيه نادي الاتفاق مش هو ده الوضع المناسب للنادي هنا. النادي هنا نادي كبير فالحمد لله بنحمد ربنا طبعا على الفوز النهارده ويدينا دفع ان شاء الله نلعب بثقه ونلعب باريحيه في المباريات اللي جايه وان شاء الله نقدم مستويات اعلى من كده باذن الله. انما الفتره اللي جايه ان شاء الله اكيد الواحد يتمنى ان هو يكون متواجد في منتخب مصر. ده حلم لاي حد وانا خدت الخطوه ان انا اطلع اعاره بسبب اللي كنت مشاركه مع النادي الاهلي. طبعا الواحد كان موجود في النادي الاهلي نادي كبير واي حد يتمنى يكون موجود في النادي الاهلي بس طبعا اللي كنت مشاركه بتخلي الواحد يعني ما فيش طموح وما فيش فرص ان الواحد يظهر للناس بشكل كويس. فاتمنى ان الله سبحانه وتعالى الواحد يقدم كل اللي عنده ويكون متواجد ان شاء الله مع منتخب مصر. ايه الفرق يا احمد ما بين الدوري المصري والدوري السعودي؟
الصراحه في امكانيات كبيره قوي هنا، الناس هنا في دعم غير طبيعي، كل حاجه ملاعب وفي 7 لعيبه محترفين، ده برضه مخلي الدوري قوي جدا. لكن طبعا في الدوري المصري في لعيبه ممتازه جدا وفي انديه كبيره طبعا موجوده، لكن طبعا عدم وجود الجماهير ده بيعمل برضه حاله من الملاعب مش كويسه طبعا. يعني متابعتك لماتشات الاهلي ازاي بقى؟ بتتابع ماتشات الاهلي بصفه عامه وازاي شايف النادي الاهلي؟ هل هو حسم الدوري فعلا ولا لسه في كلام؟ والله على الورق على الورق لسه في كلام، بس اعتقد الموضوع هيكون خلاص يعني بشكل كبير قوي ان شاء الله ان الدوري اتحسم، وباذن الله طبعا يعني اتمنى ان اخرجش الاهلي وكل البطولات ان شاء الله النادي الاهلي شارك فيها يحصل عليها ان شاء الله. احمد، المباراه اللي فاتت كان في موقف طريف جدا لحسين السيد مع مايكل كلاتنبرج في المباراه، وكان عايز يديله انذار لكن حسين اتحايل عليه، وعايز اسمع منك بقى، عايزك تحكي لي الموقف ده بالظبط واحنا بنعرض الفيديو قدام الساده المشاهدين على الشاشه، وانت بقى تشرحه تقول لي ايه اللي حصل. يعني حسين السيد احنا اللاعب وقف، كان في فاول تقريبا او في حاجه، اللاعب كان واقف يعني تمام، فكنا بنشرب ميه، حسين بعد ما خلص راح بيرمي الازازه، راحت جت في الحكم، في وش الحكم، فكانت قويه جدا يعني. فهو بصراحه يعني عنده الموضوع طبعا راحب، والموضوع عدى يعني، كان هزار وبتاع، فقال له هديك هزار مش عارف، قال له سوري وبتاع، قعد يعتذر له كتير يعني، وفضل يحضنه يعني، هو حضنه وبعد ما الحكم قال له خلاص اوكي راح مطلع له الانذار. طب يا احمد، انت حسين انا عارف دمه خفيف طبعا، واكيد انت مستمتع بيه في الغربه. طب انت شايف ان وجود اكتر من لاعب في الدوري السعودي او كمان بالاخص معاك في الفريق زي حسين السيد ده، طبعا مش بيحسسك باي غربه موجوده او باي عوائق موجوده في احترافك في السعوديه؟ اكيد طبعا وجود حسين معايا طبعا بيخلي الواحد يحس برضه ان هو ما بعدش قوي عن مصر، الاجواء كمان هنا المساعده الواحد يعني، في مصريين كتير، حتى الناس كمان السعوديه هنا ناس محترمه جدا وقبل الواحد بشكل كويس جدا وتعامل واحد، فالواحد حاسس ان هو غريب، حاسس ان هو لسه في بيته برضه، فاتمنى ان شاء الله الواحد يكون اضافه انا وحسين باذن الله. قول لي مين اللعيبه اللي بتتواصل معاها في السعوديه من اللعيبه المصريين بصفه عامه، مش هقول لك مش يعني مش هقول لك من الاهلي بس من اللعيبه المصريين بصفه عامه، مين اكثر اللعيبه اللي بتتواصل معاها؟ والله في اكثر طبعا من لعيب يعني، كل احنا تقريبا في 8 لعيبه او 9 لعيبه موجودين في الانديه هنا، فتقريبا كل اسبوع بنقابل بعض، فطبعا بنتكلم مع بعض في المباراه وبنتقابل، طبعا المسافات هنا بعيده عن بعض فما بنقدرش ان احنا نتجمع في مكان او بنتجمع في يوم يعني، لكن طبعا على تواصل طبعا كبير مع اللعيبه كلها، النادي الاهلي كلها، وبرضه كهربا على طول التواصل معايا، ف والكهرباء طبعا قديم هنا، فالواحد يعني اكيد طبعا بتستعين بيه بالظبط، بستعين بيه يعني بساله يعني، هو كهرباء من الشخصيات المحترمه. طيب فريق الاتفاق يا احمد في المركز ال 11، هل فريق الاتفاق وجودك مع حسين السيد قادرين على انه يبقى في مركز افضل من كده؟ باذن الله الواحد بيتمنى يعني، الواحد ان شاء الله يكون اضافه للنادي هنا، النادي هنا نادي كبير زي ما قلت، بس هو في وضع مش ده وضعه الحمد لله، من بدايه الدور الثاني جهاز جديد مسك وفي لعيبه جت كتير، فالحمد لله الشكل اتحسن بشكل كبير جدا، والنتائج كمان الحمد لله يعني، اخر 3 4 مباريات ما بنخسرش، 2 فوز و2 تعادل، فالحمد لله الواحد شايف ان باذن الله الفتره اللي جايه دي هتكون افضل، ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. اخيرا يا احمد عايز اسالك سؤال خاص بك، هل انت شايف ان احمد الشيخ رضى طموحاته بالانتقال من نادي الاهلي لنادي الاتفاق على سبيل الاعاره علشان يلعب ويثبت نفسه، واحمد الشيخ اللي احنا عارفينه يرجع تاني؟ بس وانا شخصيا يعني بفضل الله الواحد كل فتره طموحاته ما ينفعش يكون لها حدود. طبعا. انا الفتره اللي فاتت دي كان الواحد ما بيشاركش بصفه مستمره، فطبيعي يعني انا شخصيا ما برضاش على نفسي ان انا اروح النادي الاهلي كموظف.
بالظبط. فخدت الخطوه دي على اساس ان انا العب اكتر من كده يعني. ما نقدرش نقول طموح او حاجه زي كده، لا اقدر اقول ان انا عايز العب، عايز اشارك، عايز اكون موجود في الكوره دايما، لان الناس بتنسى يعني. الناس غالبا بتنسى يعني. الناس نسيت السنه اللي قبل فاتت الواحد بالزبط. عملها، الواحد تعب جدا عشان يرجع تاني النادي الاهلي. فانا بطلع الاعاره دي عشان اظهر للناس وارجع تاني بيت النادي الاهلي ده لو في الاخر ده بيتي. الو احمد. الو اي احمد حبيبي معاك. سمعتني ولا؟ تمام. طيب احمد، يعني اكيد استمتعت بيك، ويعني بالتوفيق في الفتره اللي جايه، والف مبروك على مباراه النهارده. انا ببارك لك على ربنا يخليك رائع ده، و ربنا يخليك يا احمد محترم يا عمر، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله وسلامه للكابتن. حاضر حبيبي. كان معنا طبعا احمد الشيخ نجم نادي الاهلي المعار الى نادي الاتفاق، ووضح بعض النقاط اللي اتكلمنا فيها معاه. اكيد الدوري السعودي فيه اكثر من لاعب مصري، زي ما احنا قلنا ان اللعيبه المصريه بالذات السنه دي عايزين يثبتوا نفسهم علشان كاس العالم. كاس العالم حلم لكل لاعب موجود، وهو حلم مشروع، ان 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 يعني اكيد ما فيش شك ان كل لاعب عايز يثبت نفسه ان هو الافضل وممكن ينضم لمنتخب مصر. بنتكلم على عدد المحترفين كتير جدا، يعني اتكلمنا على كابتن عصام الحضري، على عماد متعب، على حسين السيد، على احمد الشيخ وشيكابالا ايضا اللي كان بيلاعب فريق احمد الشيخ وحسين السيد. وصالح جمعه عنده مباراه مهمه جدا بكره، صالح جمعه بيلعب في فريق الفيصلي، هيلاعب فريق احد. اما عمرو بركات بيلعب في فريق الشباب اللي طبعا تلقى خساره من فريق الهلال 2-1، لعب 88 دقيقه وفريق الشباب بيحتل المركز الثامن. اما مؤمن زكريا، الاهلي كان بيلاعب الفيحاء والمباراه انتهت تعادل، مؤمن شارك في 74 دقيقه وفريق الفيحاء او فريق الاهلي اسف بيحتل المركز الثاني. لو نروح لكاس الخليج العربي في الامارات، واللاعب حسين الشحات اللي بيلعب في نادي العين، العين كان بيلعب الوحده وحسين الشحات خرج من قائمه الفريق. اما الدوري الانجليزي لسه مكملين معاه، احمد المحمدي طبعا للتشامبيون شيب مع نادي استون فيلا. استون فيلا كسب فريق بيرمنغهام سيتي 2-0، والمحمدي شارك في المباراه بالكامل، وده طبعا ديربي مدينه بيرمنغهام اللي بيكون ما بين استون فيلا وبيرمنغهام سيتي، وان استون فيلا بيحتل المركز الثاني. وبالمناسبه بيرمنغهام او مدينه بيرمنغهام سيتي هي ثاني اكبر مدينه في انجلترا بعد لندن. لسه مكملين في الدوري الانجليزي في الشامبيون شيب مع سام مورسي اللي بيلعب لفريق ويجن اتلتيك، خسر من فريق ثاوسند 3-1 وشارك في المباراه بالكامل. فريق ويجن اتلتيك بيحتل المركز الثاني. اما في الدوري الفرنسي معانا لاعب كريم حافظ اللي بيلعب لنادي لونس. طبعا احنا عارفين ان كريم حافظ بقاله فتره مش موجود، يعني بيستعد، هو عنده اصابه، وهنشوف قدام حضراتكم ازاي كريم حافظ بيستعد للعوده من الاصابه. عنده اصابه في رجليه حاطط عليها جبيره، لكن الجبيره مش منعاه ان هو يؤدي بعض التدريبات في صاله الجيمنيزيوم في نادي لونس. لونس اخر مباراه اتعادل 1-1، واما كريم حافظ طبعا خرج من القايمه وبيحتل فريق لونس المركز ال 16. تعالوا نشوف كريم حافظ ازاي بيستعد للعوده من الاصابه، او على الاقل بيعمل تدريبات علشان ما تقللش لياقته البدنيه بالكامل في نادي لونس. ونرجع نكمل مع حضراتكم. دوري ابطال اسيا اكيد حسين الشحات شارك فيه، ومؤمن زكريا شارك فيه. حسين الشحات شارك مع فريق العين، كان بيلاعب بفريق الهلال والمباراه انتهت 0-0. حسين الشحات شارك فيه 74 دقيقه، وفريق العين الاماراتي بيحتل المركز الاخير في المجموعه الرابعه لدوري ابطال اسيا. اما مؤمن زكريا لفريق الاهلي السعودي اكيد كان بيلاعب فريق ايراني، وبدا المباراه ودخل في الدقيقة، كان على مقاعد البدلاء ودخل في الدقيقة 80 وبيفوز الأهلي 1-0. وأما موقفه في المجموعة هو في المركز الأول.
نروح للدوري التركي واللاعب محمود حسن تريزيجيه اللي انا شايفه واحد من افضل اللعيبه المصريه المحترفين في الفتره الحاليه، بيلعب في الدوري قوي جدا، عارف يثبت نفسه، بيحقق كل يوم رقم جديد بالنسبه للعيبه المصريه. اكيد ما احنا بنتكلم على الدوري التركي، اكيد هنتكلم على كابتن احمد حسن وان هو من اعظم اللعيبه اللي شاركوا في الدوري التركي لسنين طويله جدا، لكن تريزيجيه بيلعب في وقت قوي، بيلعب في فريق اسمه قاسم باشا من الفرق المتواضعه في الدوري التركي، لكن قادر بمجهوداته وامكانياته الفرديه العاليه جدا ان هو يثبت نفسه. كل مباراه على الاقل بيحرز هدف او ممكن يصنع هدف، بيأدي بشكل رائع جدا، بيشارك في المباراه بالكامل. اخر مباراه لتريزيجيه شارك مع سيفاسسبور امام قاسم باشا، وقاسم باشا قدر ان هو او المباراه انتهت 1-1، لكن تريزيجيه قدر ان هو يحرز هدف المباراه، لعب المباراه بالكامل وبيحتل فريقه المركز ال 11. نروح للاعب من اللعيبه المصريه اللي انا شايف برضه مش واخد حقه كمحترف، علي غزال، بيلعب في امريكا، وبالتالي احنا لازم برضه نستعرض ونذكر اسمه ونتكلم عليه، اكيد ليه علينا حقه، وان هو لاعب من اللعيبه اللي في بعض الفترات كان موجود في منتخب مصر وشارك في اكثر من تصفيات. حاليا الدوري الامريكي لسه ما بداش، طبعا الدوري الامريكي بيلعب في لوس انجلوس جالاكسي عمر جابر، لكن لسه الدوري ما بداش، لكن علي غزال في 3 مباريات لعبهم ودي في الفتره الاخيره، واحده انتهت 4-0 وشارك فيها في الشوط الثاني بالكامل، والمباراه الثانيه تعدوا 1-1 وشارك في الشوط الاول بالكامل، اما المباراه الاخيره كسبوا 1-0 وشارك في الشوط الثاني بالكامل. عندهم لسه 3 مباريات، منهم مباراه يوم 21 فبراير هيلاعب فيها فريق لوس انجلوس جالاكسي فريق عمر جابر، اللي اعتقد هتبقى مباراه اكيد هنتكلم فيها مع حضراتكم وهنستعرض فيها وان شاء الله هنجيب الفيديوهات الخاصه عشان نشوف المواجهه المصريه ما بين عمر جابر وما بين علي غزال، واكيد حاجه جديده لما يبقى في الدوري الامريكي مواجهه مصريه. خالص الدوري الامريكي هيبدا يوم 3 مارس، خلاص كل فريق بيستعد لانطلاقه الدوري، دوري قوي بيحاولوا ان هم يطوروا من مستوى الكره في امريكا سنه بسنه، وبنشوف تعاقدات قويه جدا، كمان ديفيد بيكهام في الاخير بيشتري نادي علشان يبدا الرحله كرئيس نادي لنادي في امريكا بعد ما تم شرائه. ده كان كل الاخبار المتعلقه باللعيبه المحترفين المصريه سواء في الدوريات الاوروبيه او في الدوريات الخليجيه والسعوديه. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم اهم الكواليس اللي موجوده معنا. كده هدف رائع جدا في اكاديميه لاماسيا، وزي ما احنا قلنا اللعيبه بيبقى عندها شخصيه، وزي ما احنا شفنا اهداف عالميه ما يجيبهاش غير لاعب فعلا عنده فكر كره قدم عالي جدا. باتريك افرا لاعب الفرنسي، اللاعب السابق في مانشستر يونايتد، هو لاعب مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. اللاعب اخيرا انتقل للدوري الانجليزي وعاد للدوري المفضل ليه وانتقل الى فريق ويست هام. باتريك افرا احتفل برجوعه للدوري الانجليزي ولانجلترا بفيديو نشره على صفحته او على الفيسبوك او الانستجرام الخاص به،
كالعادة بيظهر فيه بشكل طبعا فكاهي جدا. لبس اللي بيلبسه بيكون يعني لبس يضحك, أو طريقة عرضه للفيديو بيعرف يمثل بشكل كويس, بيعرف إن هو يضحك المشاهد وكمان دمه خفيف. فهنشوف إزاي فرحته بعد ما انتقل الدوري الإنجليزي لفريق ويست هام, عبر عنها باتريك إيفرا. I love this game. Oh, that's a great news. Great news. Guys, I'm back to the Premier League. You know what I mean? Woo! I'm so happy. You know what we're doing? I don't care. You know why? Because I'm happy and I'm back. I'm back for you guys. التيكي تاكا مش بس موجوده في الدوري الاسباني وخاصه في فريق برشلونه, التيكي تاكا موجود ايضا في الدوري الالماني وخاصه مع فريق بايرن ليفركوزن اللي قدر في مباراته امام فريق فيلفسبورغ في كاس المانيا انه يحرز هدف. مفيش احسن من كده ومفيش احلى من كده. الكره بتبدا من حارس المرمى وبتنتهي في شباك فريق فيلفسبورغ. هنشوف هدف رائع جدا لفريق بايرن ليفركوزن اللي قدر يحرزه في شباك فريق فيلفسبورغ الالماني, وازاي او احنا هنشرحه امام حضراتكم ونشوفه ازاي الفريق ده. يعني عايزين نرجع بالكوره, شادي معلش عايزين نرجع بالكوره من الاول بالظبط. حارس المرمى بيبدا بالكوره من خط الدفاع او من لاعب وسط الملعب اللي بينزل يستلم الكوره بيلعبها بالجنب, كلها لمسه واحده, لمسه ولعبه او لمسه واحده وتحركات اكثر من رائعه للاعبي فريق بايرن ليفركوزن. واكيد فريق فيلفسبورغ اكيد في تمركزات خطا, لكن مش عايزين نقلل من المجهود الكبير والرهيب اللي عمل فيه بايرن ليفركوزن والعقل والفكر العالي جدا اللي حصل من اللعيبه. وكمان الكره دي كانت ممكن تفرق خطوه عن تبقى اوفسايد, ففيها انسجام كبير جدا, واعتقد ان هو ممكن يكون افضل من افضل الاهداف اللي هتبقى موجوده في الموسم الحالي. كرة القدم بتمتعنا, لكن لما كورة زي دي تيجي في الدوري الألماني اللي احنا عارفين عنه القوة والسرعة وان اللمسة الجمالية بتكون فيه أقل, ده دليل على ان كل موسم بيبقى موجود لعيبة كثيرة جدا في الدوري الألماني عندها فكر عالي ومهارة. ولو نفتكر كيفن دي بروين لما انتقل من فريق تشيلسي, لما مورينيو مشاه من تشيلسي راح لفريق فيلفسبورغ وقدر يتألق في الدوري الألماني وبقى واحد من أهم اللاعبين, حصل على أفضل لاعب في الدوري الألماني وتألق بشكل كبير. كده يكون خلصنا أهم الأحداث اللي موجودة معنا. سريعا قبل ما نختم مع حضراتكم نروح للدوريات العالمية, نروح للدوري الإنجليزي ونتكلم على أهم النتائج اللي كانت موجودة في الأسبوع الماضي. بالمناسبة بكرة وبعده ما فيش دوري إنجليزي, في كأس الاتحاد الإنجليزي في مباريات بتقام حاليا. فريق ليستر بيلعب دلوقتي وتشيلسي بيلعب أمام هال سيتي, تشيلسي كان متقدم 1-0. فالاسبوع الدوري الانجليزي هيكون الاسبوع القادم, هنقول اهم المباريات. توتنهام بيفوز على ارسنال 1-0, ستوك سيتي طبعا بيتعادل 1-1, ومانشستر سيتي بيفوز على فريق ليستر 5-1, نيوكاسل بيكسب مانشستر يونايتد 1-0, وساوثهامبتون بيخسر من ليفربول 2-0, وتشيلسي بيفوز على ويست بروميتش 3-0. المباريات الجوله الجايه في الدوري الانجليزي, اهم المباريات ليفربول هيلاعب ويست هام في الانفيلد, وويست بروميتش احمد حجازي هيلاعب هيدرسفيلد تاون, ومانشستر يونايتد هيلاعب تشيلسي في قمه الدوري الانجليزي يوم الاحد 25 فبراير على ملعب اولد ترافورد. مباراه هتبقى موجوده او هتبقى في الساعه 4:05 بتوقيت القاهرة. تعالوا نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع حضراتكم. مانشستر سيتي في المركز الأول عنده يعني لعب 27 مباراة,
في المركز الأول عنده 72 نقطة، أما مانشستر يونايتد في المركز الثاني ب 56 نقطة، ليفربول في المركز الثالث ب 54 نقطة، أما تشيلسي في المركز الرابع ب 53 نقطة، أخيرا توتنهام في المركز الخامس ب 52 نقطة. وبمناسبة توتنهام، هاري كين هيغيب عن توتنهام في الفترة القادمة بعد إصابته بالتواء في الكاحل، يعني نتمنى ليه الشفاء إن شاء الله وإنه يعود من جديد. بمناسبة الدوري الإنجليزي سريعا، عايز أقول إن أحسن لاعب في الشهر حصل عليها أجويرو لاعب مانشستر سيتي، أما ويليام أخذ أحسن هدف، ويليام نجم نادي تشيلسي، وإيدي هاو مدرب بورنموث أخذ جائزة أفضل مدير فني في الشهر. كمان الدوري الإنجليزي في إتباع جزء من الحقوق مقابل 6 مليار دولار، طبعا يعني رقم كبير جدا جدا في الدوري الإنجليزي، لكن ما في شك أنه أقوى وأمتع دوري في العالم. أيضا أن رسميا تم تقليص فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي عشان تبدأ من 9 يونيو ل 9 أغسطس، بدل ما واحد تبدأ من 1/6 أو من 1/6 ل 1 سبتمبر، 1/7 آسف، تبدأ من 1/7 ل 1/9. رابطة الأندية المحترفة الدوري الإنجليزي خليته من 9 يونيو ل 9 أغسطس، وده السبب ليه؟ علشان يبدأ في فترة الأجازة وينتهي قبل بداية الدوري الإنجليزي بيوم واحد. على سبيل المثال عندنا أليكسيس سانشيز وكوتينيو لما حصل تمرد على إدارة أرسنال وإدارة ليفربول بالانتقال لبرشلونة أو مانشستر يونايتد، أو يعني سانشيز كان عايز ينتقل من أرسنال وخلاص، فبالتالي هم قرروا عشان يكون في انضباط أفضل إن احنا نقفل الموسم الانتقالات قبل بداية الدوري بيوم. نروح سريعا للدوري الأسباني، أهم المباريات اللي كانت موجودة، ريال مدريد بيفوز على ريال سوسيداد 5-2، أما برشلونة بيتعادل على المباراة الثانية ليه على التوالي أمام ختافي 0-0، أتلتيكو مدريد بيفوز في على مالاجا 1-0. ونروح لجدول الدوري الإيطالي، برشلونة في المركز الأول يليه طبعا عند برشلونه عنده 59 نقطه، اما اتلتيكو مدريد في المركز الثاني. الموضوع قرب على فكره ما بين اتلتيكو مدريد وبرشلونه، فرق 7 نقاط 52 نقطه، اما فالنسيا في المركز الثالث 43 نقطه، ريال مدريد في المركز الرابع ب 42 نقطه. على فكره ريال مدريد عنده مباراه مؤجله، وبالتالي لو قدر يفوز بيها هيتخطى نادي فالنسيا ويبقى موجود في المركز الثالث. أما أخيرا فياريال في المركز الخامس ب 37 نقطة. نروح سريعا للدوري الإيطالي ومباراة فيورنتينا ويوفنتوس، ويوفنتوس بيفوز على فيورنتينا 2-0، ميلان بيفوز على سبال 4-0. ميلان زي ما احنا قلنا ماشي بشكل كويس جدا مع جاتوزو، بيفوز في اليوروبا ليج وماشي بشكل كويس في الكاس، عنده مباراة عودة أمام لاتسيو في قبل النهائي، المباراة الأولى انتهت بالتعادل وكسب في الدوري 4-0. نابولي بيفوز على لاتسيو 4-1، زي ما احنا قلنا نابولي ماشي بشكل كويس جدا في الدوري، أما في اليوروبا ليج خسر بشكل كبير جدا وكانت مفاجأة على ملعبه من فريق لايبزيج الألماني. انتر ميلان بيفوز على بولونيا 2-1 بعد ما 10 مباريات بدون أي فوز، وهي أطول سلسلة بدون أي انتصارات لفريق انتر ميلان من موسم 2003. يعني ما فيش مباريات مهمة، آخر مباراة مباراة روما، روما فاز على بنفنتو 5-2. نروح لجدول ترتيب الدوري الإيطالي اللي هيكون قدام حضراتكم على الشاشة. نابولي في المركز الأول ب 63 نقطة، يوفنتوس في المركز الثاني 62 نقطة، انتر ميلان في المركز الثالث 48 نقطة، روما في المركز الرابع ب 47 نقطة، لاتسيو في المركز الخامس ب 46 نقطة. نروح للدوري الألماني نتكلم على أهم المباريات اللي موجودة، يعني أكيد كلنا بنتكلم على بايرن ميونخ وفوزه 2-1 على فريق شالكة، المباراة أكيد كانت قوية، وأكيد الدوري الألماني احنا عارفين إن فيه أكتر من منافس، لكن كالعادة بايرن ميونخ هو اللي بيبقى متصدر وبيبقى بعيد تماما عن بقية الأندية. بروسيا دورتموند بيفوز 2-0. نروح لجدول ترتيب الدوري الألماني ونشوف المتصدر بايرن ميونخ في المركز الأول 56 نقطة، يليه فريق لايبزيج 38 نقطة، أما بروسيا دورتموند في المركز الثالث ب 37 نقطة، المركز الرابع أينتراخت فرانكفورت في المركز الرابع 36 نقطة، وأخيرا بايرن ليفركوزن في المركز الخامس ب 35 نقطة. نروح للدوري الفرنسي وأكيد هنتكلم على باريس سان جيرمان وهنتكلم على موناكو. باريس سان جيرمان
في المباراة اللي لعبها امام فريق تولوز كسب 1-0. اكيد كانت مباراة قبل مباراة ريال مدريد وكل اللعيبة كانت استعدادها وتركيزها في مباراة الشامبيونز ليج اللي خسر فيها 3-1. يعني مفيش حد منافس بشكل كبير لفريق باريس سان جيرمان. ممكن نقول يعني مارسيليا تعادل مع سان تيتيان 2-2. بنتكلم ايضا على موناكو فاز على فريق أنجي 4-0. ليون بيخسر من فريق رن 2-0. نونت بيتعادل مع ليل 2-2. نروح لجدول الترتيب بسرعة ونشوف فريق باريس سان جيرمان بيفرق بقد ايه عن اقرب منافسيه فريق موناكو. المركز الاول باريس سان جيرمان ب 65 نقطة، يليه موناكو في المركز الثاني 53 نقطة، اما مارسيليا في المركز الثالث ب 52 نقطة، فريق ليون في المركز الرابع ب 48 نقطة، في المركز الخامس فريق نونت 38 نقطة. دي كانت اهم الدوريات الخمسة اللي استعرضناها مع حضراتكم. كان مهم جدا ان احنا نتكلم ونقول اهم النتائج وجدول ترتيب كلمة عن تشامبيونز ليج ايضا. والاسبوع القادم ما ننساش ان في مباريات قوية جدا، سواء مباراة برشلونة وتشيلسي اللي كلنا هنتابعها او مباراة بايرن ميونخ. لكن قبل ما نختم خلينا نتكلم مع حضراتكم، يعني اكيد كل حلقة بنحاول نضيف الجديد ليكم. احنا في الاول وفي الاخر بنحاول ان احنا نقدم حاجة زي ما احنا قلنا مختلفة عن باقي برامج الكرة العالمية. هنختار فقرة جديدة هنستعرضها مع حضراتكم، هي شاركونا فرحتكم. كل المشاهدين اللي بيتابعونا يحاولوا ان هم يسجلوا فيديو ليهم وهم بيعبروا عن فرحتهم لفريقهم المميز في الكرة العالمية، سواء في الدوري الانجليزي في الايطالي في الاسباني في اي دوري انتم بتحبوه، وتصوروه وتبعته لنا على هاشتاج البرنامج اللي تظهر امام حضراتكم حالا دلوقتي، هي هاشتاج world_soccer. وهناخدها او هنجمع اكبر عدد من الفيديوهات ممكنه ونعرضها مع حضراتكم في الحلقه اللي جايه. الفقره الثانيه او السؤال اللي احنا بنحب ان احنا نبدا بقى نعمل نوع من انواع المسابقات او كومبيتيشن ما بين الساده المشاهدين، هو توقع نتيجه مباراه تشيلسي وبرشلونه يوم الثلاث القادم في ملعب ستانفورد بريدج في بطوله دوري ابطال اوروبا. التوقع مش هتقول لي مين بقى يكسب، لا احنا عايزين نصعبها شويه بحيث تقول لي مين هيكسب وكام. يعني هننزل لحضراتكم على الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي السؤال: توقع بالنتيجه مباراه تشيلسي وبرشلونه مين اللي هيفوز كام. والفائز معانا اللي احنا هنختاره ان شاء الله هيفوز معانا بتيشيرت لفريق من الفرق اللي موجوده في الدوريات العالميه. يعني اكيد كل حلقه بنحاول نحط او بنحاول ان احنا يبقى في نوع من انواع الاستمتاع، مش بس بالفقرات اللي موجوده داخل الحلقه، لا ده كمان من الاسبوع للاسبوع على مدار الاسبوع، سواء من هاشتاج شاركونا او شاركونا فرحتكم على هاشتاج world_soccer او من خلال سؤال البرنامج توقع نتيجه مباراه تشيلسي وبرشلونه. وهنشوف مين فيكم اللي هيكسب، واللي هيكسب ان شاء الله هيكون ليه عندنا تيشيرت خاص باحدى الفرق الكبرى اللي موجوده في الدوريات العالميه. كل ده كان موجود معانا النهارده في حلقه وورلد سوكر. بنشكر كل القائمين على الحلقه النهارده، كل الناس اللي موجوده. مش عايزين ننسى حد، اكيد شادي عبد السلام مخرج البرنامج، الاستاذ محسن ممنون رئيس التحرير، ومحمد مرتضى وسامي موجودين معانا في طاقم الاعداد، واكيد كل الناس اللي موجوده في الاستوديو عشان ما ننساش حد. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده في الاسبوع اللي جاي يوم الجمعه، يعني ما ننساش يوم الجمعه اللي جايه الساعه 9 وورلد سوكر على قناه الاهلي. نشوفكم على خير، سلام عليكم.